المديرية العامة للجوازات تعمل على خطط متتالية، خطط للحج متتالية ابتداء من موسم الحج الماضي حتى الحج الحاضر، ويتم هناك رصد جميع الدروس المستفادة. وهذه الدروس المستفادة تتضمن إما ملاحظات وإما مقترحات إضافة لها. وهذه الخطط العامة والخطط التفصيلية ترفع إلى سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لإجازتها بعد اكتمالها، وبالتالي يبدأ التنفيذ تدريجيا في بداية الموسم بحيث يتم تغطية جميع منافذ المملكة. عندنا منافذ المملكة البرية وعندنا الجوية وعندنا البحرية، لكن غالب الحجاج الجوي والبري، حيث أنه البري عندنا 14 منفذ بري يوجد فيها مدن حجاج، ويتم دعم هذه المنافذ بالقوة البشرية التي تساعد على سرعة إنهاء إجراءات الحجاج في حينها. أيضا عندنا المنافذ الجوية، المنافذ الجوية في مطار الملك عبد العزيز هناك عدد لا يقل عن 341 كونتر، عندنا في المدينة المنورة لا يقل عن 241 كونتر أيضا في خدمة الحجاج، وهذا الهدف منها تسهيل وسرعة إنهاء وتسهيل إجراءاتهم. أيضا فيما يتعلق في المواني عندنا ميناء جدة الإسلامي هو الآن المحطة الأساسية بالنسبة للي يقدمون عن طريق البحر، أما بقية الحجاج الذين يقدمون عن طريق البر فهناك مدن للحجاج وصالات كبيرة جهزت بحيث تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات. طبعا الحجاج من يصلون قد يكون مقصود هنا أنه من يحمل تأشيرة الحج أو يكون هناك التأشيرة مزورة، طبعا حنا تزوير يحصل أن نكتشف ناس مزورة التأشيرات، وبالتالي هؤلاء يتم إعادتهم إلا في حال صدور توجيه معين. المملكة العربية السعودية لا تمنع أي حاج من أداء فريضة الحج. اهلا وسهلا، هلا لو صالح، هلا بك، الله يحييك. جان الاشعار يا طويل العمر الان مدينه الحجاج، كل الان الوضع اللي موجود الان والله الحمد جالس يمشي على الحمد لله وتيره جيده، والحاله الامنيه مطمئنه والله الحمد. نحن هنا في المديريه العامه للجوازات لدينا هذا المركز، المركز يتابع الحركه في جميع انحاء المملكه، منافذنا في جميع انحاء المملكه سواء كانت بريه او بحريه او جويه، مراقبه الحركه ومراقبه العاملين وتواجد العاملين عدم تواجدهم، طريقه تعاملهم مع القادمين والمغادرين للمملكه، ايضا عمليه اذا لاحظوا أي مثلا منظر غريب أو منظر يثير تساؤل، مثلا وجود تكدس في جهة معينة أو وجود شخص جالس لا يخدم، ما هو السبب، فيكون التواصل عن طريق أجهزة اللاسلكية. لدينا عنصر جيد وممتاز من العنصر النسائي، كفاءات من العنصر النسائي الآن يعملنا في مركز القيادة، يوجهنا يرصدنا يجيبنا على أسئلة المستفسرين. أحدث ما تم يعني تفعيله في الميدان الحقيقة في السنة هذه، بدأنا نفعل كاميرا الجسم أو تسمى بادي كام على جميع المنافذ المملكة، والآن بعدين تدريجيا في بعض المنافذ ثم ننتقل، يعني هي عبارة مثل هذه الكاميرا موجودة، لماذا؟ هي تسجيل الصوت والصورة ونقلها حيا إلى غرفة العمليات وبالتالي يستفاد منها. عند المراقبة هنا تلاحظون الآن هذا مطار الأمير محمد، الآن أكبر الشاشة اللي أبغى أشوفها ثم بعد ذلك أستطيع أعرف الملاحظات ونركز على الملاحظات. هلا عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا طول العمر، يا مرحبا. هلا أقول لك، أنا لاحظ طبعا عندكم في المدينة، أنا شخص أشوف واقف واحد من الأفراد عند الكاونتر وقاعد يسولف مع، يعني شو السبب، عندهم مشكلة ولا عندهم شيء؟ ولا أنا أرسلت الصورة للي هو طلال. تم يا طويل العمر، بلغني فيها والآن قدامي على الكاميرات، بطلع من الصالة أشوف إيش الموضوع. الله يحفظك. أرسل يا عمليات سحاب معك.
الحاسب الآلي ألف وحركة المسافرين الانسيابية في جميع المناطق، ولا توجد ملاحظات تستوجبها أي توجيهات أخرى؟ نبغى طبعا الحاله في صالات الحجاج، في صالات الحجاج وين الكثافه، اين تتواجد؟ توجد في صاله الحجاج القدوم 1 و2. طيب علم يا عالم، شكرا.